أي حال المخرجات ديال الحوار الاجتماعي الأخير هي مخرجات متواضعة جدا بالنظر إلى ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك والخدمات، وكذلك ضعف الأجور في المغرب، لأن الحد الأدنى للأجر لا يتجاوز بالنسبة للقطاع العام 3500 درهم و2500 و2700 درهم بالنسبة للقطاع الخاص، وهذا اللي كيبين أن هذه الزيادة اللي كاينة اليوم في الأجور بالنظر إلى هذه الموجة ديال الأسعار في الخدمات وفي المواد الغذائية والأساسية، نعتقد أنها ما غيكونش عنده انعكاس على القدرة الشرائية للمواطنين وللطبقة العاملة إذا لم تقم الحكومة بمراجعة أولا قانون حرية الأسعار والمنافسة وتوضع حد لهذه الموجة ديال ارتفاع الأسعار. وحنا كنعرفوا اليوم المواد الغذائية الخضار والفواكه واللحوم أين وصلت أسعارها، لن تفيد زيادة 500 درهم لتحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة. إعادة النظر في منظومة ككل، منظومة الأسعار، منظومة الأجور، لأن المغرب فيه ظاهرة ديال الفوارق شاسعة في الأجور، كنلقاو أجرة ديال 10 ملايين وأجرة ديال 3000 درهم، لهذا لابد من الحكومة أنها تحقق العدالة الأجرية، وكذلك تعيد النظر بالنسبة للمتقاعدين، تكون زيادة للمتقاعدين وتحذف الضريبة على المعاش، لأن هذه القضية ديال الضريبة على الأجر ديال المعاش كذلك مرفوضة، لأن هذوك أموال ديال المتقاعد. لا يمكن أن نقول أنه لم يأتي بجديد، على أي حال ما دام هناك حراك اجتماعي، هناك إضرابات سننتظرها في الأسبوع المقبل في قطاع الصحة، قطاع الجماعات المحلية، مستمر النضال ديال المركزيات النقابية بخصوص عدد من الملفات، لأن الحكومة لم تعالج هذه الملفات، هذا هو المشكل اللي تصطدم به الطبقة العاملة، هو تجزئة معالجة الملفات الاجتماعية، مرة مع التعليم، مرة تقلب معها فئة أخرى، وحنا عندنا المهندسين، المتصرفين، التقنيين، واحد العدد ديال الفئات باقي إلى يومنا هذا لم تعالج ملفاتها، لهذا ما عندهاش مقاربة شمولية في الاستجابة لانتظارات الطبقة العاملة، لذلك سنستمر في النضال المشروع لكي يحمينا فيه الدستور المغربي. كاين واحد العدد ديال القطاعات التي أهملتها الحكومة ولم تباشر الحوار معها، كالجامعات المحلية والصحة اللي باقي الملف معلق، وكذلك واحد الفئات مهنية، مهندسين، متصرفين، تقنيين، إلى يومنا هذا الوضع ديالهم ديال القدرة الشرائية ديالهم ولا الأجور ديالهم لا زالت لم يتم الحديث عنها لتحسينها، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني كذلك نقول أنه من الضرورة بمكان إعادة النظر بخصوص هذه القضية ديال المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم، تخيلي الأراميل للأزواج ديالهم متقاعدين توفوا اليوم كتاخذ الأرملة 250 درهم، واش 250 درهم هي باش غتعيش هذه الأرملة والأبناء ديالها؟ لهذا لابد من إعادة النظر، وكذلك نحن في نقابة نطالب بأوراش ديال الشغل، راه العطالة اليوم تتمس خريجي الجامعات، عاملي الإجازة والمستر والدكتورة عاطلين عن العمل، وفي بلد طبعا النسبة ديال التوظيف فيه هي 500 ألف موظف، شنو هي 500 ألف موظف؟ 40 مليون ديال الساكنة، بمعنى عندها إمكانيات لتوظيف هاد خريجي الجامعات العاطلين في التعليم، في الصحة، في العدل، في واحد العدد ديال القطاعات. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.